بالنسبة إلى الرقص للنساء في الأعراس العلماء في ذلك مختلفون، فشيخنا ابن باز رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى: إذا رقصت المرأة بين نسائها وبين إخوتها فليس به بأس. وكذلك أفتت اللجنة الدائمة بجوازه للنساء إذا لم يشترك فيه الرجال. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يتسامح في ذلك ثم قال: لا أرى، لأنني أخبرت بأن بعض الفتيات قد تفتن غيرها. ثم قال: إن كانت كبيرة عجوزة لا يؤبه لها، فأرجو ألا حرج فيه إذا قامت ترقص. وأما بالنسبة إلى الرجال فقد قالت اللجنة الدائمة: لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته، معه ضرب دف أم لا. ولعل التفريق بين الرجال والنساء في الرقص لأن الشرع أجاز لهن ضرب الدف في الأعراس، وتعرف أن الدف في بعض المجتمعات قد يصحبه رقص من النساء. وبعض العلماء قال بالتحريم، ويستدل على ذلك بقوله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال القرطبي في تفسيره: استدل بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. قال أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، فذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر. ومن أجاز ذلك كما أسلفنا فهو لا يرى أن الآية لا يدخل فيها هذا الرقص المعروف عند النساء. وعلى كل حال، من قال بجوازه من العلماء للنساء فأرى إن قيل بهذا الجواز أنه يضبط بالضوابط الشرعية، بحيث لا يكون هناك تثني ولا إثارة ولا معازف ولا ما يشبه الرقص، رقص الفاجرات الفاسقات. فلعله من هذه الحيثية قال من قال من هؤلاء العلماء بجوازه، مع أن الأولى هو الترك، لكن هناك نص في التحريم، هذا يحتاج إلى دليل واضح فيما يخص النساء. أما بالنسبة إلى الرجال فإنه ليس من عادة الرجال هذا الفعل، ولأن به تشبها بالنساء، ولأنه من خوارق المروءة بالنسبة إلى الرجل، والعلم عند الله.